مع دخول فصل الشتاء وحاجتنا لاستخدام سخان المياه في المنازل والأسواق والمرافق العامة، يجب مراعاة الآتي: أن يحوي السخان ثرموستات مطابق للمواصفات السعودية مع ضبط درجة حرارة الماء بحيث لا تزيد عن 77 درجة مئوية. يجب أن يتوفر في السخان قاطع حراري غير قابل للضبط وعلى وصلة للتأريض الكهربائي. احرص على أن يكون السخان مقاوماً للصدأ. تأكد من أن السخان يحتوي على صمام أمان علوي وسفلي. في حال لست بحاجة لاستخدام السخان، فالأفضل ألا تتركه يعمل، وذلك لتوفير الطاقة. احرص على اختيار سخان ذو جودة عالية ومطابق للمواصفات القياسية السعودية، ويفضل الحاصل على علامة الجودة السعودية، وأن يتم تركيبه من قبل فني متخصص. لأجل سلامتك، فسلامتك تهمنا. الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.